حضر رزقك فوار محروس بعين القدرة تبقى هالدار. تستمر حملات التجيير في مدينة السلمية بهدف زيادة المساحات الخضراء من قبل مجلس مدينة السلمية والفرق التطوعية والجمعيات الخيرية في المدينة، وبدعم من مؤسسة الأغا خان للتنمية الحضارية، مستهدفة الحدائق والشوارع العامة. نحن نقوم اليوم بحملة ثانية لحملة التشجير التي بدأناها الشهر الماضي ضمن مدينة السلمية. هذه الحملة مدتها يومان، الجمعة والسبت، والأسبوع القادم كما أيضا الجمعة والسبت. عدد الشجيرات التي تقدر بحدود 2400 شجرة، وهي بأنواع متنوعة. طبعا الهدف من هذه الحملة هي توجيه رسالة للعالم كله أنه نحن رجعت سوريا آمنة، رجعت سوريا مثل ما كانت وأحسن بفضل هذا الشعب، بفضل انتصارات جيشها وتحقيق الأمن والأمان. الهدف نخلي هوانا نظيف ونخلي الشجرة دائما هي دعامة للاقتصاد الوطني، هذا كتير شيء مهم. ونحن هون كتير مهم أنه نعمل بيئة نظيفة. شاركنا بهذه الحملة لتعزيز التماسك المجتمعي، والهدف زرع غرسة مع قطرة أمل لإدخال الفرحة على قلوب الناس. حملات تدعو إلى العمل الطوعي وتعاون الأهالي على الاهتمام بالأشجار والحفاظ عليها لما لها من أهمية بيئية وجمالية. نشارك بهالفعالية الحلوة حتى نزرع الأمل والبسمة والتجدد، وغرسوا فأكلنا فلنغرس فليأكلوا. الحقيقة كتير في متعة بالعمل، روعة بالعمل، تضامن جميع الأخوة والأخوات من كافة المجتمعات المدنية والجمعيات الأهلية. رسالة أنه خصوصا نحن بهالمنطقة، هاي منطقة سلمية، نحن نعتبرها منطقة خضراء، ونتمنى دائما نضل هي خضراء، طبعا بتطور مع الشعب الموجود هون، شعب سلمية، مع الفعاليات الموجودة. ألاف الغراس غرست في أرضها الطيبة من أجل تكثيف الغطاء النباتي ولتحسين وجهها الحضاري والجمالي للمدينة. من قلب مدينة السلمية، الأخبارية السورية، محي الدين فهد.